أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، ونحن في أما بعد نذكر أنفسنا بما نقرأه في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. ويأتي الأثر الكريم: كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه دعوة مفتوحة تطلقها مؤسسة نبض الحياة من خلال هذه الحملة، حملة سقيا المياه، من خلال توصيل وصلات المياه للمحتاجين لها في القرى أو في النبوع أو في أي مكان في مصر. تعالوا بنا نسير في هذا الطريق، في طريق الخير دائما في أما بعد. أهلا بحضراتكم دائما. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل2500 وصلة، أما عدد إجمالي الآبار اللي حفرناها فكان 320 بير. وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر: 02-04-11-3000-13-58-18. بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل الفرحة لناس كتير. لكن لسه في ناس كتير محتاجة الفرحة دي. اتصل دلوقتي وساهم مع نبض الحياة. مشروع سقيا الماء من نبض الحياة، هنوصل المياه بمساعدتكم لكل بيت. وزي ما كنتم دايما أبطال نبض الحياة، هنرسم ليكم البسمة على وشوش الألاف، وكل ما هتيجي تشرب هتفتكر إنك ساهمت في سد عطش إنسان زيك. ساهم في حملة سقيا الماء بسهم قيمته 1000 جنيه لتوصيل خط مياه رئيسي أو توصيل مياه لبيت محتاج وعطشان بقيمة 3000 جنيه، وممكن تساعد بأي مبلغ تقدر عليه. ولأن سقيا الماء أفضل الصدقة، ساهم مع نبض الحياة في حفر بير، تكلفة حفر البير 25000 جنيه، واعرف إن أي جنيه هيكون له دور. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر: 02-04-11-3000-13-58-18. أهلا بحضراتكم من جديد في حملة سقيا المياه، ومن خلال توصيل وصلات مياه للمحتاجين، ومن خلال عرض التقارير المتنوعة والمختلفة بننقل لحضراتكم الصورة بكامل التفاصيل وبدقة متناهية جدا، وبندعو حضراتكم التدقيق في كل تقرير وخلفية الصورة فيها إيه، عشان نعرف إلى أي مدى احتياج هؤلاء لأشياء كثيرة في هذه الحياة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. أستاذ إسلام أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ حسن. أهلا وسهلا محمد. أستاذ إسلام، خليني وإحنا بنتكلم كده وبندعو الناس، وبيبقى في دوافع يعني لأن يكون الناس في، يعني كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وده معنى لما يتحقق. إحنا دايما نسمع الكلام الحلو والنصائح الجميلة وننفعل بها، بس الانفعال عايز تفاعل، عايز مبادرة، عايز حركة. انت شايف قد ايه المردود بعد إذاعة التقارير، بعد ما الناس بتشوف التقارير قدامها بالصورة اللي بتعرض عليهم؟ احنا دايما بنقعد نفكر واحنا نبدأ اي مشروع جديد او اي قرية جديدة هننزلها او اي حملة جديدة هنعملها، يا ترى اهل الخير هيستوعبوا ده معانا ازاي، وهيتفاعلوا مع ده ازاي، وهيساهموا فيه ازاي. فبالأزم حاجة بتقول كده ان في دوافع هي اللي بتخلي الناس تتبرع.
وانا دايما بحط كده خطوط تحت الدوافع دي، يعني لما الاقي متبرع بيتصل ويقول انا بعمل الصدقه دي لان ابني توفى وما يعني ما عملش اعمال خير في حياته وكان في سن الشباب كان كذا كان كذا، فانا بعمل له الصدقه دي عشان اجره في ميزان حسناته. فده هنا دافع من الدوافع اللي بيخلي الناس تساهم وتتبرع وتنفق. في دافع تاني ان حد عنده نعم ربنا انعم عليه بيها برزق بمال بسعه في الاولاد بسعه في كذا في المسكن في العمل، فيقول يا رب انا بشكر النعم دي وده دافع عندي ان انا اتحرك واعمل الخير ده. حد تاني بيبقى عاش نفس المعاناه دي في فتره معينه، كان في قريه وكان عنده احتياج وكان كذا، وبعدين ربنا وسع عليه وكرم واشتغل شغل كويس اتنقل راح مكان تاني، فعنده دافع الاحساس بالمحتاج فعاوز يعوض ده ويعمل المساهمه دي. لكن الاهم من الدوافع، انت بعد ما حصل عندك الدافع ده عملت ايه؟ تفاعلت ورحت وشاركت وساهمت وتبرعت واتصلت ولا اكتفيت يعني بنقول كده ايه بمجرد انفعال. يعني بيقول ايه احيانا الانسان العواطف بتاعته تشتعل وتخمد. يعني في مرحله اشتعال العواطف او انفعالك يبقى في تفاعل في حركه في مبادره. احنا دايما بنلاحظ ان اثناء عرض حلقه زي الحلقه بتاعتنا دي مدتها ساعه يزيد عندنا حجم الاتصالات مؤشر كده اثناء عرض التقارير، اثناء ما هو بيشوف الحالات بنفسها وهي بتتكلم وهي بتقول احنا بنعاني احنا محتاجين مساعدة احنا كذا، بيزيد هنا حجم التفاعل. يمكن اثناء بعد الحلقة التفاعل ده بيقل اكتر، فهي بتبقى لحظة معينة انت بتوصل فيها لقمة التعاطف والانفعال. اقتنص الفرصة دي الفرصة بقى. اول ما تحس الشعور ده وان انت عاوز تعمل الخير ده خد القرار حالا واتصل وقول انا عاوز اساهم معاكم، انا عاوز ابقى واحد من الناس اللي تفرح الناس دي. ما تأجلش القرار ده، لان دايما التسويف والتأجيل وطب ان شاء الله خلاص على اول الشهر اتصل بنبض الحياة واعمل وصلة مية، لا ما تقولش كده، قول انا هتصل دلوقتي بنبض الحياة اقول لهم فكروني في اول الشهر اعمل وصلة مية. خلي الدفع ده مستمر وخليه دايما معاك وخليه دايما محرك سريع للخير اللي احنا بنعمله، لان الامور الحلوة في حياتنا لا تقبل التأجيل. صحيح. على طول يعني بادر، يعني خير البر عاجله دلوقتي وده المهم قوي. صحيح. خير البر عاجله، وده فكرة ان يبقى في سرعة مبادرة سرعة تواصل اكيد ده هيبقى يؤدي في النهاية لسرعة التنفيذ. احنا في نبض الحياة عندنا دايما نقول ايه، اول ما التبرع بيوصل احنا في يعني منظومة بتتحرك على التبرع ده، مش بنجمع النهاردة مثلا في الحلقة دي نجمع فيها 58 وصلة مية فنشيلهم عندنا شهرين ثلاثة وبعدين ننفذ، ابدا. احنا التبرع مجرد ما بيجي لنا في خط بيننا وبين شركات المية في كل المحافظات نبدأ ننفذ في وقت سريع، عشان في اسرع وقت الناس دي كانت محتاجة ننقلها من حالة الاحتياج ده لحالة الكفاية وحالة ان عندهم وصلة المية وحالة الحياة الكريمة وحالة السعادة وحالة الرضا اللي احنا بنحاول نوصل كل الناس فيها. فاتصل دلوقتي وتبرع دلوقتي وساهم دلوقتي عشان الناس دي مش هتستنى اكتر من كده وهي ما عندهاش وصله الميه اللي هي سر حياتهم وهي اساس حياتهم وهي معتمدهم في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي كل حاجه، هي الميه اساس الحياه. وفي النظافه طبعا من غير ميه يعني لا تستطيع ان تتصور الحياه. طبعا تبقى الحياه يعني واجعلنا من الماء كل شيء حي. فاحنا بنتكلم هنا كل شيء حي مش بس الـ يعني الشرب والحياه، لا ده شوف احنا لما نيجي نبني بيت بنعمل ايه؟ بنحتاج الميه علشان من اول تصنيع الطوب لحد بنى القوالب الطوب دي مع بعضها لحد يعني الخرسانات كل حاجه في حياتنا محتاجه للميه. فاحنا ما نقدرش نتخيل ابدا حياتنا بدون ميه، عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يحثنا عليها ويقول لنا سقي الماء وتوصيل الماء ولا تصرف في الماء ولا تصرف ولو في كنت على نهر جاري. بالظبط. ولما نلاقي في الاثر وفي السيره القصص اللي بتحكي عن يعني المراه البغية اللي من بغايا بني اسرائيل اللي احنا يعني بنتكلم عن انها من البغايا يعني بتعمل فعل يعني مستنكر في كل الاديان وفي كل الاعراف، لكن لمجرد انها سقط كلب، وخلينا نقول برضو هنا عزكم الله يعني كلب ده يعني كمان سقط حيوان يمكن يكون عند بعض الثقافات كمان من الحيوانات اللي ذات مستوى ادنى شويه في الحيوانات، فنقول ان امراه بتعمل ابشع الاعمال وتسقي حيوان بالنسبه لنا فيقبل الله هذا العمل بقى لما ربنا بقى فغفر الله لها وشكر لها الله. مش بس الغفران ده احنا كلنا بنطمع ان ربنا يغفر لنا، فما بالك بقى لما كمان ربنا يشكرنا على العمل اللي احنا عملناه. يا رب ربنا يشكر لنا كلنا عملنا وصنعنا اللي احنا بنعمله عشان الناس تفرح وتشرب. امين يا رب العالمين. اسمحوا لنا اعزائي المشاهدين، استاذ اسلام اسمح لي هنطلع نشوف قريه الحتحته بصملوط بالمنيا ونشوف التقرير فيها ايه ونرجع لحضراتكم.